العيدان اللي في ايدي ديت حيرت الاطباء وجننت الباحثين وطلعت عيني في كتابة محتوى الحلقة دي. العيدان اللي في ايدي ديت هي عيدان البقدونس او المعدنوس زي ما بيقولوا عليه في بعض البلدان العربية، او المقدونس، وده الاسم القديم للبقدونس. فتعال خدكم في رحلة شيقة ممتعة عن فوائد واضرار البقدونس، ولكن خلينا نتقابل بعد الفاصل. الصيدلي حازم منير يحييكم، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات الفوائد الطبية للطعام، وحلقتنا النهاردة عن البقدونس. بس قبل ما نبدأ الحلقة بفكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومتابعتي على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. ليه بقى البقدونس حير الأطباء وجنن الباحثين وطلع عيني في كتابة محتوى الحلقة دي؟ لأن مش كل فوائده مؤكدة، وإن كان ده شيء عادي وإحنا متفقين على الكلام ده في حلقاتنا السابقة، لكن مشكلة البقدونس إن بيطلع بحث يقولك إن مفيد في كذا وكذا، وتاني يوم يطلع بحث آخر يقول عكس الكلام ده تمام. لذلك عزيزي المشاهد، الحلقة ديت ما ينفعش تسمع فيها الفوائد فقط، لازم تسمع الأضرار أيضا عشان تكتمل المعلومة عند. تعالوا نبدأ بأول فايدة للبقدونس، ألا وهي إنه غني بالعناصر الغذائية. فالبقدونس بيتميز إنه بيحتوي على كمية ممتازة من فيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين ألف، ده غير إنه غني بحمض الفوليك وفي كمية ممتازة من مضادات الأكسدة وكمية ممتازة أيضا من الألياف، اللوتين والزيازنسين والبيتا كاروتين. المواد ديت ممتازة لصحة العيون، فهي هتحافظ على النظر وهتحمي شبكية العين وهتحمي عينينا من الضوء الأزرق. أيوة، الضوء الأزرق اللي طالع من الشاشة وانت بتتفرج عليا دلوقتي. فالضوء الأزرق ده أصبح بلاء في كل بيت بسبب شاشات التليفون والتلفزيون والكمبيوتر أيضا. لكن الحمد لله البقدونس في تجميع الثلاث مواد دول على بعض، لذلك البقدونس مفيد لصحة العيون، وإن كان ده لا يمنع إنك تقلل من تعرضك إلى الضوء الأزرق. حمض الفوليك عزيزي المشاهد مش مهم بس للحوامل، ولكن مهم لأي مريض قلب أو أي شخص عايز يحافظ على صحة قلبه، لأن حمض الفوليك اللي معروف باسم فيتامين ب9 هيقلل من تكون مادة الهوموسيستاين، والمادة ديت كل لما بتتراكم وتزيد في الجسم كل لما بيزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية. لكن نرجع نقول الحمد لله مرة أخرى، لأن البقدونس غني بحمض الفوليك وبالتالي هيكون غذاء ممتاز لصحة قلب. تعالوا بقى أكلمكم على فايدة جدلية، ألا وهي إن البقدونس بيساعد على تقليل ضغط الدم، وده بسبب إنه بينزل المية في الجسم، يعني هيساعد على إدرار البول وبالتالي الضغط هيقل. طيب ما كده ممتاز يعني يا دكتور، إيه الجدال في كده؟ هقول لكم استنوا لما تسمعوا الأضرار. اللي متابعني كويس عارف إن أنا قلت مرارا وتكرارا إن فيتامين د والكالسيوم مش هما بس اللي مهمين لصحة العظام، ولكن فيتامين كاف أيضا، لأن فيتامين كاف ده هو اللي هيساعد على دخول الكالسيوم في العظام، والحمد لله البقدونس من أغنى الأكلات اللي فيها فيتامين كاف. ف30 جرام فقط من البقدونس بيمدونا بأكتر من 500% من احتياجنا اليومي من فيتامين كاف، وللأسف الميزة ديت ممكن تكون عيب أيضا، وهنعرف السبب لما نسمع الأضرار. سمعك وانت بتسألني هو 30 جرام دول تقريبا قد ايه يا دكتور؟ هقولك ان 30 جرام دول يعني تقريبا 30 عود من البقدونس. البقدونس بيتميز انه بيحتوي على مواد الفلافونويد والبيتا كاروتين وفيتامين سي، لذلك بيعتبر مضاد قوي للأكسدة، وبالتالي هيقلل من الجذور الحرة في الجسم، فممكن يحمي من السرطان، بالأخص سرطان الجلد. اشمعنى سرطان الجلد؟ لان البقدونس غني بمادة الميرسيتين، والمادة ديت لها مفعول ممتاز في الحماية من
سرطان الجلد. وده ياخدنا لفايدة أخرى، ألا وهي إن البقدونس بيساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، وده برضو بسبب مادة الميرسيتين اللي بيقال إنها ممكن تساعد في تقليل مقاومة الإنسولين. بالإضافة عزيزي المشاهد إن البقدونس مؤشره الجلايسيمي منخفض جدا، فهو أقل من 15 وحمله الجلايسيمي أقل من 1، فهو بالتأكيد مش هيرفع السكر. طب ما تيجي اقول لكم على فايدة جدلية اخرى، والفايدة ديت منتشرة جدا في الطب الشعبي، الا وهي ان البقدونس وبالاخص مغلي البقدونس مفيد جدا لصحة الكلى، وانه بيساعد الكلى على القيام بوظيفتها في تنظيف الدم وطرد السموم من الجسم، بل البعض اشار الى ان البقدونس ممكن كمان يساعد في علاج حصوات الكلى، ولكن ممكن تغير رأيك لما تسمع الاضرار. البقدونس عزيزي المشاهد هيكون اضافة ممتازة ليك لو انت بتعمل حمية غذائية، لانه تقريبا مفهوش سعرات حرارية، ف 30 جرام من البقدونس بيمدونا ب 11 سعر حراري. فكمان البقدونس هيكون خيار مثالي ليك لو انت لسه واكل بصل او ثوم، لان البقدونس بيساعد على التخلص من رائحة الفم الكريه. البقدونس بيتميز ان احنا نقدر نضيفه على اطعمة كتيرة، فطبق السلطة مش بيحلى بدون البقدونس، والكفتة ما بيبقاش لها طعم الا لو معاها شوية بقدونس، بالاضافة الى ان احنا ممكن نغليه ونشربه زي الشاي. البقدونس عزيزتي الحامل او المرضعة امن في الحمل والرضاعة، طالما هتاخديه بالكميات العادية اليومية اللي هي 6 جرام في اليوم، يعني تقريبا 6 عيدان بقدونس. لكن لو اخدتيه بكمية اكبر من كده، ففي بعض الدراسات بتقول انه هيكون غير امن. تعالوا بقى نتكلم على بعض اضرار البقدونس، واشهر ضرر للبقدونس ومثبت علميا اننا لو افرطنا في تناول البقدونس وفي نفس الوقت كنا بناخد ادوية سيولة، فممكن البقدونس يتعارض مع ادوية السيول، وده بسبب قصرة احتواء البقدونس على فيتامين كاف. فاكرين لما قلتلكم ان فيتامين كاف اللي في البقدونس ممكن يكون ميزة وفي نفس الوقت يكون عيب؟ كمان البقدونس لو افرطنا في تناوله ممكن يزيد من مفعول بعض ادوية السكر، مما يؤدي الى حدوث هبوط حاد في السكر. ومش عايزك تستغرب عزيزي المشاهد من الضرر اللي جاي، الا وهو ان في بعض الدراسات بتقول ان البقدونس ممكن يرفع من الضغط، لانه بيحتفظ بالصوديوم في الجسم، وده عكس اللي احنا قلناه من شوية. ده غير كمان ان في بعض الدراسات بتقول ان البقدونس غير امن على الكلى وقد يضر مرضى الكلى، وده عكس برضو اللي احنا قلناه من شوية. ومش عايزك تستغرب عزيزي المشاهد، فانا دوري ان انقلك الفوائد وانقلك الاضرار ايضا، حتى لو كانت الفوائد والاضرار متناقضين. اعتقد دلوقتي عزيزي المشاهد انت فهمت ليه الاطباء والباحثين كانوا هيتجننوا من البقدونس. وعشان ما سيبكش محتار، فانا رأيي الشخصي ان البقدونس لو خدناه بجرعة 6 عيدان في اليوم مش هيكون مضر، اما لو اكتر من كده فانا رأيي تراجع طبيبك اولا، بالاخص لو كنت مريض كلى او مريض قلب او مريض بتاخد ادوية سيولة او كنت سيدة حامل او مرضعة. لو ليكم اي اضافات او اسئلة اكتبوها في التعليقات، وياريت تشرفوني بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومتابعتي ايضا على صفحة الفيسبوك. كان معكم الصيدلي حازم منير، بشكركم والسلام عليكم.